السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، حياكم الله. رمضان كريم عليكم، رمضان الصحة، رمضان العافية. اللهم يا رب بهذا رمضان تحقق كل أمانينا. اليوم جايكم بسالفة على السحارة والمشعوذين اللي يضحكون على الناس. أكو زوجة كلش تغار على زوجها وتحبه، من يطلعون سوية زوجها كلش حلو وجميل، كل البنات يباوعن على زوجها، هاي تغار عليه. يوم من الأيام فكرت شو تسوي شو تسوي، قالت احسن حل اسويه اروح السحار. راحت السحار، قلت له زوجي حلو وغار عليه وكل النساء يباوعن عليه. قال الحل موجود يمي، انا راح اعطيه الشراب تخلي له بالاكل مده اسبوع، يشرب هذا الشراب وراها ما يباوع بعد اي بنيه. قالت له هاي خوش شغله، ايش قد الحساب؟ 350 الف انطته. اوكي، قامت يوميه تخلي زوجها هذا الشراب بالاكل، يوم يوم ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام اسبوع. الرجال يوم من الايام انتفخت بطنه، ودوه المستشفى، اول ما وصلوا توفى زوجها. المريه تخبلت وخسرت حياتها ودبوها بالسجن بسبب السحر والشعوذه. مع الاسف احنا اليوم جاي نصدق بذول الكذابين اللي يضحكون على الناس. هسه خلينا نروح للزميله ايناس الصافي والسحار ابو قصبه والسحارة أم عباس. اليوم الضيفة كلش مهمة، ضيفتنا بنين الموسوي. بنين الموسوي يمكن هي شاعرة مطربة ما أعرف شنو، يومية تظهر لنا بشي شكل. خلينا نروح البنين ونشوف شنو راح يصير وياها، خليكم ويانا. مساء الخير، مساء العافية، ومساء المحبة على عيون مشاهدينا مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم اسم ترند، رحب بيها بنين الموسوي. مساء الخير. مساء النور حبيبي، نورتينا يا عمري. النور نورك يا رب. بالإضافة إليها ينضم الشيخ الروحاني أبو قصبة. يا مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نقدم شيء يخدم العائلة العراقية. تنضم لنا ايضا السحاره ام عباس. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. طبعا اليوم حلقتنا لهذا اليوم راح نحكي بيها عن كشف المستور، عن امور كثيره اضرت بالمجتمع مثل السحر والشعوذه وال... بويا دقيقه احنا نعترض. نعم بويا. نعم احنا لا سحاره ولا مشعوذين. اي تجيبونا هنا تهينون بينا، خلينا نروح اني كل الاحترام بس هي هاي الاسماء اللي حاليا مطروحه وموجوده. روحانيه مو سحاره. حضرتك شو تحبين نقول عنك؟ الروحانيه ام عباس. حضرتك شيخ شو تحبين نقول؟ الغاليه العالم الروحاني ابو قصبه. تمام هذا الكلام ما يطلع. اكيد اكيد مخرجنا، بس لو سمحت ممكن نعيد لان اعترضوا على الالقاب اللي قلناها لهم. هذا هذا الكلام يطلع. استاذ بريده هذا يطلع يعني امام الشاشات التلفزيونيه. تمام تدللون تؤمرون نرجع نعيد. تمام استاذ. مره ثانيه؟ لا عادي. اقول شو يعتذر من بنين غير المشكله وياي هي. يعني هسه احنا ببدايه الحلقه طول بالك علينا. العزيز حجينا حجينا العزيز. اهدأ بس اهدأ. عندنا برنامج احنا، اهدأ بعدنا بالبدايه. انا اعتذرت من يمك بالبدايه. قابل هو دوا اعتذر من يمك صبح وليت. يلا ستان باي. كاميرات داير 3 2 1 اكشن. مساء الخير ومساء العافيه ومساء المحبه على عيون مشاهدينا مشاهدي قناه زاغروس الفضائيه، وحلقه جديده من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم اسم ترند بنين الموسوي. مساء الخير. اهلا وسهلا عيوني. الصحه والعافيه. الله يسلمك. الحمد لله نورتينا اليوم. النور نورك قلبي. بالاضافه ينضم الشيخ الروحاني ابو قصبه. مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بنتي العزيزه. مساء الخير. مساء العافيه عيوني عليك.
وينضم لنا المعالجه الروحانيه ام عباس. اهلا وسهلا بيست، نورتينا. نورك يا عمري. اليوم راح نحكي عن حلقتنا لهذا اليوم، راح يكون عن كشف المستور، عن امور كثيره اضرت بالمجتمع مثل السحر والشعوذه، وهذه الامور يعني بصراحه هجمت هواي بيوت، فنحب ناخذ راي بنين. شنو رايك انت تؤمنين بموضوع السحر والشعوذه وهذه الامور؟ لا اعوذ بالله، ما متطرقه لها ابدا. لا اسم الله، اسم الله لا. اي بس هي موجوده، هي موجوده، بس اكو ناس تروح لها اكو ناس ما تروح لها. يعني شنو راح على هذا الشيء غلط؟ يعني بحياتك ما جربتي؟ لا والله. ولا رحتي السحارة نقول او معالجه روحانيه او اخذتي خيره؟ والله هاي الخيره القران نستخيرها بالمصحف، بس مو نروح الدجال، مستحيل. بس هي موجوده واكو ناس تروح لها. هاي ذولا مثل ما نقول هجامين بيوت، ضعفاء النفسية، ما عندهم ثقة، ما عندهم إيمان برب العالمين، فيتجهون لهالأبواب الوسخة الشيطانية. شيخنا شنو رأيك بكلامها؟ شيخنا الغالية؟ نعم. مو قاعدة قبال بنية، ما أعرف من هي، شنو هي، شو اشتغل؟ بنية طبعاً معروفة ومشهورة على السوشيال ميديا، وإلها جمهورها وإلها فانزاتها. قالت أنا ما تقبل روحانيين، يعني كل الروحانيين كذابة، بس فهميني. هو هذا احنا اللي نريد نعرفه من عندك. تريدين تعرفيه المعروف على ابو قصبة العالم الروحاني، يرجع المطلقة، الضايعة فلوسه يرجعها، المبيوق بيته يرجع البوق يطلع منه، هذا هو ابو قصبة بنتي. ام عباس شنو رأيك انت؟ والله هسه احترضت علينا. بالعكس احنا نعالج السحر حبيبتي، وانما ما نسوي شيء يعني خربطة للبلد وللناس وللعالم. بالعكس احنا اللي تجين المطلقه رجعها، المريضه عالجه، المريضه عالجها، يعني كل شيء اسوي. زين ابو قصبه شيخنا، يجوك مشاهير، فنانين، ممثلين يطلبون من عندك هذه الامور؟ هواي يجوني مشاهير، راح يصيرون نجوم، يبكون يمي بكي ابو قصبه، يعطيهم خرزه بسيطه يروح تمشي اموره، يصير نجم وبعد ما يرجع لي. زين شنو السبب؟ ليش ما يرجع لك؟ يعني موافية، موافية بنتي، ايش قد سويت نجوماني؟ ذاك اليوم جاني لاعب ما طابه، خليته يلعب بالدوري القطري، كان هنا بالنوادي الاهلية ما يقدر يلعب، هنا بالعراق ما يقدر يلعب، نجمته لاعب بالمنتخب بس ما اريد اذكر اسمه، ما يصير لان هاي اصرار. انطيته خرزه بسيطه بس قلت له البسها باليمنى، لبسها باليمنى ومشت كل اموره، ولو هي غاليه بنتي. هاي الخرز احنا نجيبها كلش غاليه، اسعارها غاليه. انا بالنسبه لي تجيني العالم اللي بيجيني خطيه عالجه، لكن اليوم جاني واحد داخل بي كل الدكاتره، ماكو دكتور ما ودوا له، بس يقعد يتخربط من وحده، طلع عنده جني، قريت عليه طلعت الجني بالقوه، يلا خليته بالغرفه، ومشاكل انا والجني صارت مضارب انا والجني. بعدين طلعت منه الجني، خلال ساعتين طلعت منه الجني بنتي. شنو رايك بكلامه؟ هو خلي طلع الجني مني قبل لا يطلع من عنده. مين طلع الجني؟ من نفسك. ليش؟ شنو انت؟ انا مو مشعوذ بنتي، انا اعالج المرضى. تعالج المرضى؟ واذا ربك بلا هذا الشخص انت تعالج، انت دكتور؟ بنتي هذا بيجني بيتابعه، هسه انت بيجني تدرين له؟ لا لا والله. مريضه انت ترى؟ ها صدقيني مريضه انت وتعبانه. اي والله انا مريضه خيره. تعبانه. لا عاني ما اريد خيرتك. زين خلي نجرب، خلي اخذ لك خيره نشوف كلامه صح او لا. انت تصدقين بذولي؟ ما يعلم الغيب دولي. ما يعلم الغيب الا الله. من هم اقولها مو هي اللي تقيمنا، اقول لك بنتي شنو ذولي؟ تمام، يعني احنا شو نريد؟ نريد نشوف اكو مصداقيه بكلامه، مع احترامي اليه، بس احنا نريد نثبت اليك ونثبت للمشاهدين، خلينا نشوف جربي. هو نجرب اوكي، هو مو مصف مثل ما يقول القران وراح ياخذ له خيره، هو القران. الجني جاي يحكيها ينطقها. لا انا مو عندي عندك. تابعه بابا، تابعه مريضه. شنو هالخرزه اللي لابستها؟ ست انا جيت البرنامج، شنو الموضوع؟ هاي خرزه مال محبه لابسه. حبينا نغير شويه، نفتح حوار ونقاش، لان هذا الموضوع صاير يعني كلش هوايه موجود على السوشيال ميديا. بس انا جايه ضيفه، ما جايه ادور خيره انا. لا احنا دريد نسوي يعني حوار. استهزيتي بيه بابا. نجرب. منو انت؟ انا العالم الروحاني ابو قصبه. قصبه مال عصير؟ جاي تحششين انت بنتي؟ لا ابويا ما حششاني، بس انت تقول قصبه. انا اشوف الانسان بالقصبه، بالقصبه اشوف الانسان. زين اخذ لها خيره. صار راح اثبت لك. خلينا نشوف. من هو ابو قصبه واثبت للمشاهدين. هذا اللي نريده.
شو اسمها هي؟ بان بان؟ لا اسمها بنين. اسمها بان؟ بنين بنين. وانا شوي ما اسمع صوتي صوتي. لا هاي هي. بنين. تقدر تعطيني اسم ابوها؟ قدرين او محبه. وانا هسه انا ما اخضع عندك خيره. لا. اسم ابوك تقدرين؟ ما اريد. يلا بس بنين. احضروا. هلا. احضروا الى بنين احضروا. لا منو؟ هذه المظلومه الجن الجن الحضور بابا. احضروا مظلومه خطيها لبني. بنين. انت مسوي عمليه قبل شهرين؟ لا ما مسويه. ما مسويه. بنين. ها عيني. انت مضيعه شي ذهب هيك شي؟ هو انا من امي خلقتني لهسه ملابسه ذهب. ملابسه ذهب؟ ايش في هذا؟ اعطيني مجال اخذ شخيره بابا. اي مبينه كذبه بالدرب. بنين انت مسوي عقد على احد الفنانين بالعراق. عقد النجوم شنو؟ المعروفين. اني؟ اي. لا والله. ما عندك علاقه بفنان؟ لا. بنين باع عليه ولا تكذبين. عجيب بابا لك عيني. راح اعيد السؤال احضروا احضروا داير مدايرها. بنين عندك علاقة بفنان؟ لا والله. بنين مسوي عقد بسكوت؟ لا والله. شوفي هذا السؤال خلينا العبرة خاف تستحي قدام المشاهدين تحكي. لا أنا شنو استحي شو عنده ايش بهالرجال؟ بنين اكو مطرب معروف بالوطن العربي. ايه. انت طيتي وردة وبهاي الوردة كان اكو سحر مسويه. سويت السحر بهاي الوردة بحيث المطرب من شافك قبل باس ايديك. اي اكيد انت شفتها وجيت سولفتها. انا ما انتشرت. بنتي انا ما تابع. انا صار لي 50 سنه اعالج الناس. 50 سنه وين كنت نايم بالمقبره وجيت؟ ما تابع بنتي بس هذا خطيه خطيه مريض هذا وهذا الفنان ما اعرف شو اسمه رمضان يمكن. محمد رمضان. شوف الكلاوات. صار مرض بمعدته بمعدته خطيه من باس الورده. هاي الورده كان بها سحر يا بنين. بعطينا مجال عينه بقصبه ما ادري بعصب من هاي هاي من هاي جابتها قبالي؟ ام عباس معروف سكتي تحكين والله العظيم صار لك وايد حكي ولا كمل الخيره بابا صحيح انت الكذابه خلي كمل الخيره انا ام عباس معروفه على الكلاب شي هسه فضحك فضحك اليوم اليوم كلها فضحة اليوم اني بنين باع علي بنتي مظلومه انت امك خطيه مريضه مو؟ لا ان شاء الله ما تهلا العافيه. هاي مو هي جاي تحكي جن 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 واقف فيك على لسانه هو جاي ينطقها. يا يوم اقول لك عيني قول لي هاي الخرزه اللي لابستها تعرفيها شنو؟ لا يابا ما لابسه خرزه. هاي خرزه هاي هاي عن العين. هاي بيها عن على شنو؟ عن العين. على اساس هسه من جمالش عن العين. قعدي سكتي. قعدي عن العين خلينا نكمل. كمل يلا. العين. بنين. ليش دائما ذاك اللي يصير بها وجع يوميه؟ يا ستار برا الشهر ركب من اللي وجع ما تدرين ما تدرين بالليل موصل عليك لو لا لا سوي لها عمل ما تقدر تحكي هذا الجن ده يحكيها ديما احكيلي احكيلي بنين جالس لحد الان ما قال لي شي صح جايتش خمس دفاتر بعد ثلاث ايام يا يمه راح امتلك العراق كله باسمي اعطيك دفتر وياي اقول لك بنين كريمه انت مو مراجعتني قبل سنتين انا من شب المحافظات احد المحافظات عمي لا طاب روحاني ولا واصله روحاني حتى تطيش خرزه يا يابي وصيري مشهوره مو فضحك من جبت هالكلاوات عيني لا تقوليني كلاوات احترموا نفسك يا والله انا محترمه نفسي اني من يحشبوا قصوه سكتي ايوه لا قولي يا عيني احترم نفسي بنين انت مراجعتني بنين لا عيني ما مراجعتك ابوي انت مش تبه وجتني قلتي لي انا اسمي بان ما قلتي لي بنين هسه هاي البنت فضحتك قالت لي اسمي بان اي قالت لي بس سويني نجمه تمشي وتتوسل بي بس نكرت هاي البنيه عيونك جايت فضحك يا بنين والله عيوني بريئة ولا خداعة ولا مثلكم دجالة ولا دولة فلوس ولا أضحك على الناس بالخيار لا تقولين خداعة يا حية أنا حية لا تقولين خداعة أنا حية شيخنا هسا إحنا خلينا نعطي مجال نسمعها ما دام أنت حكيت اللي عندك شنو رأيك بخيرته كله كذب عندها جني ما تقدر تقولك عندها جني لا والله زين أم عباس اسم معروفة طبعا هي تعرفني بعد يا يوم ما انا اعرفها يا ستار هذا شنو جاي مشتهيني انا جايته للمحافظه هذه انت تقابل اكله واحنا نشتهيك مشتهيني على لا تقولين هذا حبيبتي احنا نعالج السحر ليش لاشه براسك
اي رجع ايدك، تدراني منو قدامك؟ ايش ايش؟ نيالي دجاجه ورقلي. ايش ايش؟ سكتي ما استحوا. سكتي. اي والله شوف ايش. سكتي كلاوتشي انتي. نريدش تاخذي لها خير البنين. يا عمري اخذي لها خيره، خلينا نشوف نفس ابو قصبه غير. اي والله هي خوش بنيه وحبابه. نعمه ومظلومه بنفس الوقت. اكو واحد بالعراق مظلوم؟ لا هي يعني محبوبه على يعني على التواصل الاجتماعي، العالم تحبك وتريدك. اي اكيد شفتيني وجيتي حكيتي. شنو شفتك وجيت حكيت؟ انا جاي احكي لك شغله. اي جيت احكي لك. انا جاي اخذ لك خيره يا ام. انا معباس، تعرفيني انا منو؟ معباس. الدنيا والعالم تدور علي وما تحصلني، خاف تشوفيني انت قاعده قدامك. يا عيني والله العظيم يوميه 1000 بنيه تجيني، 3000 رجال يجوني. دول مجانين؟ لا يا ليش مجانين حبيبتي؟ انت مهضومه. مهضومه من شنو؟ قبل فتره صار عندك يعني واقعه مريضه بالفراش. كل واحد يتمرض. اي يعني تمرضتي. اي تغير جو. تغير جو طبيعي. اي يعني تمرضتي حبيبتي. اي طبيعي. صارت عندك بوقه مال ملابس شغله. لا اسم الله برا شرك. صدق؟ والله. يعني ما صار عندك بوقه؟ برا شرك لا. زين انت قبل شهرين ثلاثه مو جيتي راجعتيني؟ لا. وقمتي تبكين وقلتي لي خاله معباس الحقي لي، انا احب هذا فلان شخص. هذا واحد مشهور من المشاهير، ما اريد اجيب اسمه. لا جيبي اسمه يا مكسور الرقبه. وانطيتك السبوحات. يا عيني. وانطيت الشغلات. اي والله. زين؟ وانطيتك حرز. وهذا ظل يعني هو يركض وراك، مو تتركضين وراه. هو من هو؟ زين واحد مشهور ما اريد اجيب اسمه. لا جيب اسمه. زين قبل فتره مو كان عندي السفر؟ سافرتي؟ وكان قبل فتره صار لي سنه. لا يعني تقريبا اي سنه اقل السنه. اي تقريبا سنه. اي تقريبا. السفر. لا يعني ما عندي سفر. وانت اليوم جايه من سفر. لا زين محافظه جيت. اي محافظه لعد محافظه مو سفر. عيني بنين رايك؟ اقول ليش تتنبا عليه؟ باعث ابنه. اقول ليش با عليه؟ من هي خاطر تقيمنا ابويا؟ من هي؟ قاعده وحده قبالنا تقيمنا. تقول وحده. من انت؟ اولا علويه بنت رسول الله، ثانيا على راسي على راسي. ثانيا نجمه اني. من نجمه؟ الدول كلها تعرفني. نجمه ما سمتي شنو؟ اي نجمه السما طبعا. اقول لك باعي لا تظلين تصحين علي. لا صيح يا ابي. جيبي لي اي واحد اثبت لك من هو بقصبه. عندك قدره وامكانيه تثبت ان هذا كلامك؟ طبعا هاي مدفوع علي، هاي بيها جن. ونثبت المشاهدين. خلنا اقرا عليك، خلنا اقوم اقرا عليها. برا شرك تبي نشرك يا ابوي. برا شرك. هذه جن لا تخليها تحكي. خليني سحر. احنا شريد منك اثبت لها واثبت للمشاهدين قدرتك وامكانيتك. يلا اقول لك مو انت اللي تقيمين ابوي. لا خالف، احنا دا نسمع منك ودا نسمع منها ونريد نثبت انتوا جايبين هنا ناصبين علي. لا ليش ناصبين عليك؟ بالعكس جيبي لي اي واحد اثبت لك. ما عندي مشكله اخذ لك الشخيره بعد عمش واثبت لك. تسلم كلك ذوق. هسه خلي نشوف احد. صحي لي اي واحد. تمام هذول راح نصيحهم. اي صحي اي واحد. اقول لك عمي بلا زحمه ابويا. مساء الخير يا عيوني، شلون الصحه؟ احنا قناه زاغروس، تحبون تشاركون ويانا؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على راسي يا شيخ ابو قصبه وسحار عباس. بعد عمش عنده فقرات ما اقدر اقوم، اعطيني مجال. شو استوى قمز لك كان شاب عشرينات. هو من قمز ثاني اجن عليه الفقرات. كلاوتشي. علي من كلاوتشي ولك؟ لك شاشه بقلبك. شكرا يا شباب. يلا اسكت الزم نفسك. الزم نفسي؟ يعني انا ادمك اليوم. يلا عمي تعرفني؟ لا والله ما اعرفك. اعرف الست ثاني ما اعرفك. ما تعرفني. عمي تعرفيني؟ لا ما اعرفك. هسه ذولي ما يعرفوني. لا انت شو اسمك؟ مان يعرفوني؟ اسمي بنين. يعرفوني ذولي؟ لا انت الكلاوتشيه. والله ما اعرف. ما تعرفين؟ ما اعرف. مسحوره. لا ناس مستطرقه. لا لا ناس بعد عمك. جابوا عمك بلقاء نصبون عليه. ارض الرحمن الكلاوتشيه. حشاك حشاك. لك كل احترام. تعرفون هاي الحلوه البنوته؟
شلونها حلوه لو لا؟ اي حلوه. انا شوي نظري مو قوي ما اشوف. حلوه؟ اي حلوه. وهذا الرجال الشايب حلو؟ اي والله. تعرفون هاي شو تصير من يمه؟ اكيد بنته. لا هاي زوجته. شنو؟ ايش ما ادري. طبعا زوجتي. زوجت زوجتي والله. هسه مو انه يعني فرق العمر وهاي التفاصيل. انه ما توقعت زوجته هاي. وهاي زوجته الثانيه. لا ما يكمل عمر انا عندي. بويا باع علي بويا خليني اخذ لكم خيره. لا ابدا ابدا بالعكس. بويا ارد اخذ له خيره. طيب مجال من نحكي ويا الزلم. من نحكي ويا الزلم النسوان ما تحكي زين لو لا. يا بدي قول زحكي معروف عندك. بويا خيره مالش. ارد اشوف شنو بحياتك ما شنو. اوكي خلينا نشوف. خلينا نشوف. ترى عمي استوى كذب ولا شيء طالع عن حياتي. شذاب. اقول لك سكتي. هاي بيها جني. بيها جني. بيها جني. بيها جني تابعه. هاي بيها تابعه. لا لا ما لا هو اللي يحكي الصح يطلع كذاب. بس ما صدق. ليش عايف زوجتك الاولى؟ ما عايفه هو. لا عايفه وهاجرها. لا لا ما عايفه. ابنك ليش عايفه بدون كليه بالشوارع؟ ابني هاي شلون؟ لا ابني خليه بالكليه. ابني خليه على الحكومه وما يقبل يقول الا اهلي. الحكومه. اي بس هاي شلون معلومات انت؟ الحكومه. يعني المعلومات صح؟ اي هاي معلومات. زين 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 بس من رخصتك زوجتك ما عندها تليفون الاولى وهاي مشتري لها برو 13 ليش؟ تليفونات ايش عليك انت بينا يا الاولى ليش ما ماخذ لها تليفون؟ كل شيء عندها كل شيء عندها. زين انت ماخذ لها سياره بثلاث دفاتر للاولى الثانيه؟ اي ماخذ لها حبيبتي والاولى والاولى ما عندها بيتها سياره ما عندها خبز تاكل الاولى لا تكذب. لا عندها هو ما مقصر بعد عمك مسوي لك سحر انت. لا 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 بس شنو سحر امشي اقول لك انت ما السحور انت انا خلنا ناخذ شو فهمك بالخير ساعه قلبكم قلم سكتي ليك سكتي قلبكم قلم خليتهم مشاكل بيناتهم صدق شيخ اقعد لا بس برخصتك اقعد حبيبتي عرفتون انا منو انا معباس سحاره الدنيا والعالم كلها تعرفني تعرفين هاي اي حبيبتي سام عبيد اي انا معباس حجي حجي قبل فتره مريض وواقع بالفراش ووقعه مال موت شاي كلتكم شو تقول مريم؟ شنو الموضوع؟ كلت مريم وقامت بعافيه تعافيت راجعت ناس هي انا عندي سكر دائما لو يصعد له اي عندك سكر عندك ضغط يوم عندك سكر وعندك ضغط صحيح زين وقبل يومين ابنك جايك على مود فلوس تدفع الاقساط مال الكليه وما دفعت له ليش؟ شنو السبب؟ والله هي هاي شغلات بيناتنا يعني عائليه بس صحيح دائما يجيني اي تقول له نبات انطي نبات ما نبات ايش ما مقصروا يا ما مقصروا وانت لاعبه بي لعب شو مخليها بي؟ لا لا انا مقتدر بالسحوره حتى ما خليته يشوف دربه شنو ستة؟ تشوف بي تشوف بي صاير النار كلها تسقين بي وشاربين بي 24 ساعه تسقين بي لا لا وعوف السوالف وعوف السياره قولي امريني حبيبتي امريني امريني ماشي عادي يلا اخذي 07 استوى يقول ما اقدر اقول شوف عمي هاي ام السحوره جاي تاخذ رقمها لا لا يابا يا رقمها ولا شيء تعال شوف عمي لا لا ما اخذت رقمها يلا امشي انت ما لك دخلتها دخل يلا عيني شكرا شكرا عمي هاي مرتك سحاره سحاره هاي مرتك انا طلعتهن الي كلهن طلعتهن كلاو شيء شلون تضحكين على العالم بابا انت الكلاو تاخذين رقمها ترى عندي اثنين اذا هتم عليك خليه يخربطون وجهك طيب عندي 10 هسه خليهم يطوقوك لا والله هسه قلبك ادق على الشلا لمبلا لم شنو شلا لمبلا لم وانت شو فهمك بالسحوره لابس لي سكتي ايه تعب استكان تعب استكان يا عيوني ايه يا الله روح لا طيرك الحين شو تطيريني وينك روحاني يا مسوي حواجبها تاتو سكتي سكتي صبغ اظافرك طبعا ما تستحين على نفسك لا وشي اقول لك واحد لا ظلين كل شويه شنو رايك وشنو رايك؟ اي لازم ناخذ راي من قاعده قبالي لازم ناخذ راي المشاهدين قاعده عادلي ما مقبالي كل شويه وشويه لا الها اسمها ومعروفه على السوشيال ميديا تشتغل هاي بال ايش تشتغل بال؟ بنيه معروفه على التواصل الاجتماعي شو اسمك بابا ايش تشتغلين؟ بنين حفافه استغفر الله ربي تشتغلين قاعد تقولي لي ما اعرف انا ما شايفها قبل عمي هاي كل شويه ظل انت شنو رايك وشنو رايك عمي انت ناصبة علينا لا بالعكس ليش ناصبة عليك بس غير ناخذ رايها هي هم ضيفه مثل ما انت هي خاطره تقيم راينا
العالم الروحاني ابو قصبه منو هي منو؟ العالم مو العالم حتى ما تعرفين السالفين العالم العالم مو العالم يا خوفه وخايفه يا ستار والله العظيم خلنا اقوم ابخرج لا بخر روحك والله هاي عندها جني انا اقوم شويه بخرج لا انا بخرج يطلع من عندك لا يمه شايفيني خرج هاي عندها جني خلنا اقوم اطلع الجني من يمها اسمعي لي اسالها هي شايفيني شرك وقاعد بمكانك احسن لك اقول ليش لا تشمرين بيدك علي زين لو لا اشمر واذا محترمه نفسك محترمه نفسي وقاعده ترى اقوم لك عزيزي واذا اقوم لك بس اشمر عليك هيك جني اخليك هنا تروح صين زين لو لا ضيوفنا ما يصير هيك سكتوا يا ظل يسوي نفس السؤال سكتوا زين لو لا قاعدي راحه ولا اقوم اطلع الجني منها خطيه مريضه كبير مالي خوف تعاي 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 طيني بس سكريني سكريني سالي طيني خلا طلع الجن من يمك قاعدي 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 بس قاعدي قاعدي بابا واخر شنو هالخرافات هذه قاعدي بان قاعدي انا راح ماشي على غيري بس راح اشوش من هو السحاره ابو قصبه بالاول بس ما حامسك عادل لابس بس باع راح اشوش من السحاره ابو قصبه باع شلون فتحت الكلينس بس باعي باعي هو كلينس وشقه بس باعي شايف من وحيده وين شقيت انا بس سويت له هيك بس باعي بس باعي هاي عين عليك يعني عين هاي عين بنادم عليك اي يلا عين علي انت قاعده عند الجني قاعدي قاعدي بابا تشوفيني شرك روح لهناك قاعدي قاعدي بان بان الجني تعبانه بس تعالي تعالي قعدي قعدي ابو وجه فيني شرك روح لهناك بابا دي قعدي ست شنو هاي ست شنو هاي قعدي عوف الست قعدي اي ناس حبيبي قعدي كنش قصبه مال زبره خل اقرا عليك اسمنك هاي قصبه لا انت القصبه عيني خل اقرا عليك اسمنك شو اسمنك؟ يا تشتغل مطربه بس فهميني لا يا عيوني نقول لك مشهوره على التواصل الاجتماعي وين مشهوره وين يعني يعني شنو مشهوره سمعيني مشهوره معروفه لبنيه يعني شنو السوشيال ميديا ما ادري شنو هاي شو اسمها؟ السوشيال ميديا يعني ميديا قعدي خل نقرا عليك قعدي شنو 13 تروح؟ قعدي لك انا بروح لا تقول جنجه ضيفه ما جايه اليك بس قاعده 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 انت مريضه مريضه شنو القصه شكو قاعده هاي شلون بالوين قاعده قاعده اسرح اسمنك اسرح اسمنك بابا اي واحد تنفخني بام ماني راضيه بروحي روح قاعده ام التجميل ام التاتو قاعده يلا تقعدي صدق شنو الموضوع ماكو اي موضوع قاعده بابا بطريقه الطف ما يصير هيك شيخ اقول لك تجاوزت علي صار ساعه ارد اطلع الجن منها حتى ما تخرج لنا قدام الوادم وتتجاوز انا للحين شد الحقل اللي قعدني يسحرني حتى يقلب عقلي مو اسحرك وانت مسحوره انت مسحوره مقلوب عقلي وانت جنيه تدرين بنفس الجنيه انت لو لا وش بي ايش حالك انت جن انت عباره عن جنيه قعدي خل اطلع الجن منك طلع من روحك روح قعدي بي بابي سابي سابي كابي جاي غني جاي ما نقلق قعدي 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 السواخري عني رجال قعدي بابا قعدي قعدي لا تخافين يا معاده قعدي لا قلبك لقلق قعدي لا تخافين يلا قلبني يلا من انت قعدي قعدي لنا ابو الشمر مع الوقفه مالتها ابويا روح لهناك تقلد هاي الممثله ناس عجرب والوقفه هاي انا اسمع الناس اسمع او شنو ناس عجرب احسن مني لا علم واحسن منك ناس عجرب قعدي هيفا وهبي تقعد عيني هلا هذا طلع يعرف ان كل هي طبعا كلين اسمع حين ذكريني راجع عني اقول لك انت مستواك تقول انا ما اعرفك عندي مكتب بدبي لا انا ما اعرفك انا وين اعرف ايش لعل بس انت بحركاتك تقلدين هيفاء وهبي وناس عجرم وين شايفين غير راجع عني هيفاء وناس صديقاتي قدامي روح روح شايفيني شرك اقول لك باعي قعدي وجهك كنا عجينه ما مختمره قعدي اي روح مالك علاقه عن قعدي اقول لك محمد رمضان من باس ايدك تعرفين محمد رمضان شو اسمه محمد رمضان لو محمد لو سرطان ها محمد رمضان من باس ايدك خطيه صار تسمم عنده بالمعده اي ماني جرثومه لا مو جرثومه من السحوره ماتك بالورد قعدي ادل بس محابسك عدل لابسنا على الموده شلون لازم تعرفين بالمحاب السحاره لا لانه على الموده لابسه هنا تعرفين شنو هذا شنو هذا ضد الرصاص هسه اللي يضربني طلقه هيك تروح الطلقه ها صدوق وهذا مال محبه صدوق وهذا يراجعني الشكوى وحده ضعيفه سمنها اللي تراجعني بس اسوي له هيك تسمن قعدي
قاعدين. يعني هسه اذا اضربك ما يجيك راجدي معدل. تضربين منو؟ اضرب حضرتك. تضربين بعد عمك انا؟ اي عمي. غير هسه تصيح ليش عمامي كلهم اخليه يجي يجي يجي. اه قال عمام. زين ليش ما تصيح الشياطين مالتك ليش عمام؟ الشياطين مالتي ما اريد اسخرها عليه شين هاي اعمال مو زينه، انا اشتغل بس الاعمال الزينه بعد عمك. ايه بالشدات. شنو الشدات؟ لازم ما اخذ مني الشدات. لا وانتم دجاله للفلوس. على من دجاله؟ انتم. على من؟ انتم عيني دجاله. ليش بخت انتم لا شنو؟ قومي له والله دجاله انت راح ازعج نسوان. اذا خاف طاسه بهاي مال عني عني. قومي له شنو هاي مال علي علي؟ هاي طاسه على التواصل الاجتماعي ما تعرفها من المسوي. من هو ذكرتها يصيح علي 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 ذكرتي ذكرتك عناد المضغوطين. طيب ايش تردين هسه عيني؟ كل شيء مريض. ليش تستهزئين بينا صار للساعة؟ انتم دجالة يا سحارين حجامين البيوت. مالاتك كلن حطيناهن بيدك. وين هن مالاتك؟ علي من دجالة. بنجيبوا الكريز غير هذا نظيف خلنا نقرا عليها. علي من دجالة. يا ابويا شد روح روح دجالة المراضي روحي. ليش وقت ما اضرب نسوان؟ تدرين لو لا؟ ابويا روح شفيني شارك ما تضرب نسوان عشان شنو انت حاسب روحك رجال؟ تعاي 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 احنا وياك بيناتنا اصدقاء. هسه راح اقمزي ثاني. سوق عليها تعاي. شنو انت؟ والله العظيم خليك تقمزين هسه بس باوع علي وتقمزين. يلا عيني باوعي. وين الحركات؟ الحلقه الاخيره. هياتني واقفه يلا. اقول لك هاي الحركات مالاتي شنو ما تبطليها؟ شوف عيونها شنطت. عيونك الشيخ لا هي مسويه تاتو تاتو مسويه تحب التاتو. ابو شو شايفيني شارك انت رجال كبير ما يدم الديدي عليك. لا تدفعين لا تمشين من الساعه دفعتيني سعرها 5000 دولار. اشتري كاني وهاي اشتري هاي الساعه. ابويا روح شايفيني شارك فدوى اروح لك رجال كبير. هم دفعتني من الساعه. ابو شايفيني شارك وشار ساعتك هاي مدري من جايبه بالحرام روح. بالحرام؟ روح. شايف 5000 دولار اذا بيعك ما اجيب مثل هاي الساعه. تبيعني؟ اذا بيعش ما تجيبيني بسعر هاي الساعة. انا ما انباع انا اشتري فاهم لو لا ايش تشتري لا دفعيني من الساعة هسه اذا عطلان الا تخصيني فلوس هاي الساعة. ابوي هسه شفني شكلها كمل برنامج روح شنو؟ ايش لا تدفعيني؟ انا جنبك ما راضي لا تدفعيني روحي روحي هجمني البيوت تفخر منها يلا لا تدفعيني من لازم بيتك؟ من لازم بيتك؟ هو انتم تهجمون ببيوت العالم. انا البنية مو حسيت لها صدق هي والرجال. اي ضحكتوا عليهم شذابين. ضحكنا على واحد ضحكنا عليه مثلا بويا 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 والله العظيم شوف. ما اعرف راح يشاور الجن ويجينا. ميكا بيسا ميكا بيسا 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 بس خلوا الروح شنو البرنامج خطيه راح تبكي والله العظيم خطيه استخطينا بيسا بني الموسوي. السلام عليكم بنونا الغاليه. لا بالي اقول الساعه بدي اقول ابي ايش بجي الساعه الساعه ترى يمكن ابي ايش الساعه ب 2000 دينار سامعون الصبقه اللي بين المسوي هاي ب 2000 ترى الساعه قويه قويه ما تستفزين. شنو كنت ابيك شيء؟ ما ابي شيء بنونا الغاليه العزيزه علي والطيبه والراقيه سامعون الصبقه اللي بين المسوي بنونا الغاليه حبيبه حبيبي نور كنت نايم عباس هاي السحاره شوف هاي ام السحاره روحي لها روحي لها ام السحاره دجاله فوق ما راضي بنونا الغاليه مصدومه بعد ما مصدقه بعدها ما مصدقه بني سمعونا صفقه البني المسوي مصدومه حقا مصدومه خلنا نوقف هنا بنونا الغاليه خلنا نوقف خلنا نسوي يعني توقعتيش راح تسوين شيء عباس كثير عباس قصينا مين يمها ام عباس اذا هي دجاله ايش اكثر من عندها دخلينا نكتب الحركه تعال هنا بلا زحمه خلينا نسولف شويه شباب زملائنا الفنانين انضموني ويانا وسمعوني احلى صفقه البني المسوي بنونه هسه بنونه هسه انا من ارض قدمك انت وين لا عاد الشقه والله انت ممثله شنو شاعره لا لا والله شاعره اي غير تعرف شنو لا لا والله لا والله مو استهزاء لا لا والله لا بالله بالله حقيقه مو استهزاء انت شنو هسه يعني باي اي مركز انت فنانه اني مو ليش ضشتي هسه هو سؤال ها شوف هاي الثانيه سحوره فنانه بلا زحمه لا 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 عاد الشقه انت هسه شنو ممثله جاي تشتغلين اي نعم ممثله مسرح ممثله مسرح احنا اسفين من يمك لا عادي بس اتصلت بيك الزميله ايناس اي انا جايه الها هسه تفاجئت حطت الاثنين دجالين احنا اليوم نريد احنا اليوم نريد نحكي على ظاهره اليوم الظاهره موجوده النصب والاحتيالات أيوة اليوم اكو من نسائنا يعني بعض الشابات يروح يراجع عن ام عباس الروحانيه اي صح ام عباس تضحك عليهم صحيح يراجعون ابو قصبه
ابو قصبه يضحك عليهم. اليوم احنا شلون نعالج هذه الظاهره؟ شو تقولين اليوم عند الجمهور ومتابعين؟ شو تقولي لهم؟ والله اقولهم ما يعلم الغيب الا رب العالمين، وربك اللي كاتبه يصير. يعني ذول شنو الدجالين يمشون علينا ضحكين علينا؟ احنا جايين نمثل المشهد بنين، مو تقولين ذول، تقول ذول الدجالين. يعني احنا نحب نوصل الرساله على هذول اللي يكذبون ويدورون سحوره وخرزه شنو منو انتم اصلا حتى تمشوها على الناس الفقراء؟ صح والله العظيم. شو تقولي هسه؟ شو تقولي الجمهور يعني انت شو تقولي؟ غلط. هاي الفئه لو عليها رقابه هم اصلا هم جاي يدفعون فلوس جاي يسكتون على واحدهم، بس هم لو عندهم رقابه على هذا الشيء هذا كله مات. بس الناس عندهم ما ادري شنو يعني. يعني اليوم اليوم أكو اليوم اكو شخص تخلف. اليوم اكو شخص انا اعرفه راح لاحد الروحانيين انطى 30,000 دولار والله بالله على مد خرزه والله بالله العظيم. شنو خاب اروح اتجه لرب العالمين واصلي وازوره وربك يحل المشكله رايح لهذا بنادم مثلي شنو عن خرزه؟ خلينا اعرفك بالممثل ابو محمد. ممثل من ضمن اللعبه حتى نمشي هذا المقلب عليك. الممثله سجل خفاجي خوش، والزميله الزميله السحاره سحر الغاليه اسمها سحر وسحاره، وبعد هي ام المشاكل وقعتك بهاي المشكله. هي ايناس. انا شعله ايناس الصافي. تغيير تغيير ايناس. اليوم نختم الحلقه لو لا بكيفك؟ اول شيء ناخذ موافقتها انه الحلقه تنعرض. نعرض الحلقه؟ والله يعني اذا بها فائده للجمهور وللناس وللمجتمع توعه في المجتمع توعه في المجتمع توعه في المجتمع توعه مثل ما نقول يا جاي تعلمني. اقلش سحر لبنيخه ينقنح. نعرض الحلقه. سكتي سحر. يلا نعرض الحلقه لو لا. كيف حبيبي بنين؟ وقت ما عندنا وقت البرنامج ما يسمح. ابوي اختم بس. ولازم تقولين نعرض الحلقه لو لا. يعرضوها حتى هذول نحاربهم السحارين. يلا اذا شكرا البنين. ايناس شو نقول لهم؟ انتظرونا. شو وقت انتظرونا؟ بحلقه جديده باكر ان شاء الله من برنامج. ليش ما نقول لهم انتظرونا فد شوي نسوي بيها مقلب ثاني؟ لا بس شنو اني يعني اشجع ثاني على هذا الشيء لانه جاي اقدم رساله للناس وجاي وعي الشباب والشابات خاصه. احنا ما نريد نقول خصوصي البنات. بنين اقاطع سالفتك بعسل. احنا ما نريد نقول رساله خاف المقصود. اي بس احنا جايين نوعي الناس اوكي على شيء مجهول. اذا نقول شكرا. انتظرونا غدا بحلقه جديده من برنامج سحر توني. في امان الله.